أنت ليش مصر تكذب يا فهد؟ أنا ما أكذب يا كريم يا طويل العمر، أنا اللي قتلت حسام وانتهى الموضوع. مستحيل مستحيل أخليك تدفع ثمن غلطتي مرتين. هذا أنا وصلنا يا كريم، وش تبي أجيب لك؟ أبي حشتين، أبي كاكاو وأبي سوق. الكاكاو بجيب لك إياه، أما السواقة قلت لك من قبل إذا طلت شوي وقدرت توصل للدعاسة وتمسك الطارة أبخليك تسوق. أنا أمس متعشي وطلت. يا سلام، واللي يتعشى يطول مترين. يوه أنت عنيد مرة. وأنت عسل مرة. خلاص راح أجيب لك الكاكاو. أبشر. أبنزل معك. لا أنا مخلي لك السيارة تشتغل والتكييف وش زينة عشان تقعد وتنبسط، واروح أجيب لك الكاكاو إلين عندك. زين؟ طيب. قول بريال. طيب. واحد روح روح من اللي داعسة؟ معليش الفرامل فلتت مني. يما 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 هذه نهاية الاستهتار والرعونة، أنت اللي مثلك يستحق الذبح. يما دف 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 معي يا شباب. يكفي عمرك اللي قضيته في السجن. ومستعد أدفع باقي عمري، تدري ليش؟ لأنك أخوي ولدمي وأبوي، أنت المستقبل يا كريم. بس هذا دوري ما هو بدورك كريم. المسألة محسومة. أي محسومة؟ محسومة. طال عمرك أنا اللي قتلته، والشهود اللي برا يشهدون ومستحيل يكذبون. مستعد أدفع ثمن غلطتي هذه. يا طويل العمر أنا المسؤول عن كل اللي صار. يعني أنت مصمم أنك أنت اللي قتلت؟ إيه نعم. غريب أمرك يا فهد، أنا مبهور فيك الصراحة. تبي تقضي باقي حياتك بالسجن علشان هذا؟ هذا؟ هذا أخوي ولد أمي وأبوي، هذا قطعة من أبوي اللي عاهدتها أني أحافظ عليها. نفذت عهدك. الفاتورة ما تندفع مرتين يا فهد. إلا تندفع طول العمر. الأبو إذا مات يا كريم يصير الأخ الكبير هو الأبو. ما عليك من طال عمرك، أنا اللي قتلته وأنا المسؤول. غريب أمرك يا كريم، كنت تتكلم عن فهد انه مجنون وبتطلعه قدام العالم كلهم بهالجنون، وكنت بصدق على فكره لين ما جاء عندي زيد وشرح لي كل اللي صار، وانك ارسلت حسان لمه بالسجن باخر زياره له، وعرفت ساعتها ان فهد طيب وانك انت انسان مغرور. كنت بحطك بالسجن لولا لولا ايش؟ بعدين اعلمك. أنا ما فاهم طال عمرك. مو بلازم تفهم. استريحوا. أحب أبشرك يا فهد
إني بكتب ملف القضية هذا كامل بيدي وبرفع المحضر للشيخ، وما راح يحكم على أي واحد بكم بالسجن. تدري ليش؟ لأن هذه قضية دفاع عن النفس، ما راح تأخذون ولا يوم بالسجن، لا أنت ولا هو. يعني أنا وأخوي ما راح. إيه نعم، أنا الحين جالس أتفرج على أعظم مشاعر أخوية بينك أنت وياه.